اوريدي الخيط وصل مكان الامبوي. شوي نعطيه بعد 5 دقايق. كبرت شوي، شكلها يسرى وحرى. لا رحم الله والديك. ايش جايك؟ روحي 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 روحي. روح الله يهداش، ما بتجي علي. ما بينقفل كبيرة. علمي شوي ردت رجعت. الله يهداش بس. هي دي؟ لا تنبيها؟ خلها لين ما بغيناها بعدين. اي والله هو اللي ابو الحي هني. توقف يا سوي برنامج. العظمة اللي تحت كريدة جدا. القرقر طبيعي. باين المشكلة كانت في الميدان. أروح أنا غيرت أنت مكانك لو هذا هو مكانك. لا اللي شكلها أكبر منها يعني. وين رايحة الصوب؟ موهرة؟ أقول ناس إيش المقص؟ الله عجيب الصراحة. حط لك جهاز يمكن ينفع هنا. شكله مي ماشي وياك الركة. مو معقولة القطة يقربوا عند انت، مو طاوبي يجي.
هيا تعال. شكلك رايح على البقعة. بالضبط مكانها، مكان القطة مالت. تعال. طالعهم تحتهم ما عليه بدايتي جاهلة أنا كانت الوحش بسطة هنا عاجبني الواضح ما راحت ما استوعبت